السلام عليكم، اخباركم؟ صحيحتكم على خير. اليوم جبت لكم واحد الحلوه اللي كتجي رائعه، حلوه مغربيه وهي حلوه التمر. مكوناتها اللي هي سهله وبسيطه، موجوده في كل بيت. تبقوا معايا ندوزوا للمقادير والطريقه. بالنسبه للحشوه عندنا هنا نص كيلو ديال التمر، 500 غرام ديال التمر. بالنسبه للتمر البناتي، اما كتستعملوا التمر اللي كيكون في العلبه، او اللي كديروا التمر كتصنعوا كتصاوبوا في المنزل، كتاخدي هاد التمر نص كيلو ديال التمر 500 غرام وكتديريه في الكسكاس، كيتبخر مزيان. ملي كيبدا يتبخر كيطيب، كيبدا يهرى وكيبدا يرطب، صافي. وكتمعكيه بالفورشيط اولا كدوزيه في الطحانه. هذا الا ما بغيتيش تستعملي هذا اللي كيكون في العلبه. بالنسبه للمقادير عندنا كيف قلت لكم هنايا نص كيلو ديال التمر، عندنا معلقه ديال الزبده، عندنا هنايا نص راس المعلقه ديال القرنفل، مع القرنفل راس المعلقه ديال القرنفل، وعندنا نص معلقه ديال القرفه، وعندنا ما زهر كنديروا معلقه كبيره ديال المزهر. وبالنسبه للمسكه، تنديروا حتى هي نص الراس ديال المعلقه ديال المسكه. الوقت نبداو على بركه الله. كنديروا قلنا راس المعلقه ديال المسكه، نص معلقه ديال القرفه، وراس المعلقه ديال القرنفل. بالنسبه للقرنفل اما كديروا راس المعلقه ولا نص معلقه، حيت كيعطي واحد النكهه زوينه. من الاحسن كندير راس ديال المعلقه، تيكون كافي بالنسبه لهذا المقدار، حيت عندي هنا غير 500 غرام. كنفضلوا نديروا غير راس المعلقه ديال القرنفل ومعلقه ديال الزبده، وكنديروا هنايا كاس عفوا كنديروا هنايا كنديروا بنده معلقه ديال الزهر. وكنبداو نخلطوا هاد المكونات كاملين حتى كتجانس مع بعضياتها. كنبقاو نخلطوا حتى كيتجانسوا لينا المكونات كاملين. فوالا ها هو الزبده، ما كتبقاش تبان، كتدخل داخل الحشوه. صافي، دابا ملي كملنا هذا غادي ندوزو لطريقه تحضير العجين. بقى معايا ما تمشيو فيه. الوغ بالنسبه للمقادير ديال العجين، عندنا هنايا 250 غرام ديال الزبده، يعني ربعه الزبده. عندنا كاس ديال الزيت ما يعادل كاس ديال العنبه ما يعادل 125 غرام. عندنا هنا واحد قميصه ديال الملحه، عندنا هنايا جوج بيضات، ربعة سنيدة ما يعادل 250 غرام، وعندنا كيلو ديال الدقيق. وبالنسبة للخمارة ديال الحلويات الكيماوية، عندنا هنايا 8 غرام 8 غرام، يعني جوج ديال الساشي ديال خميرة الحلويات 8 غرام 8 غرام، يعني مجموع 16 غرام. ألوغ نبداو على بركة الله في تحضير العجين. ألوغ كنبداو بالزبدة، تنخدمو الزبدة مزيان مع السكر. قلنا هنا 250 غرام ديال الزبده، تنخدموها مع 250 غرام ديال السكر. بالنسبه للزبده، اي نوع من الزبده كتفضلوا اللي بغيتيو، تنخدموهم مزيان. تنحاولوا نخدموها حتى تولي عباره عن كريمه، من بعد كنضيفوا الزيت والبيض. ندخل السكر مزيان في الزبده بهذه الطريقه، تنضيفو كاس ديال الزيت ما يعادل 125 غرام. من بعد ما حصلنا على هاد الكريمه كيف كتشوفوا، نضيف في هاد الاثناء البيض، جوج بيضات، تنضيف
الزهر و اون طون كيدخلوا المكونات جميعها مع بعضياتها. غادي ندير دو نضيفو الدقيق، قلنا عندنا هنا كيلو ديال الدقيق، ما غاديش نديروه كله دقه واحده البنات، غادي كنديرو عير نص ديال الكميه، كنديرو الدقيق، كنديرو عليه خميره ديال الحلويات، قلنا جوج باكيات، كل وحده كتعمل عندها الوزن كتوزن 8 غرام، كنزيدو الملحه اللي كتقاد لينا الذوق، كنبداو نخلطو وكنشوفو واش نزيدو الدقيق ولا بغينا نزيدو، نزيدو عيب بشويه بشويه البنات، عيب بشويه بشويه، متزيدوش بزاف باش ما تجيبوش العجينه قاصحه، سيرتو اللي يلا المبتدئات اللي كيكونوا يلا بادين، كنصحكم ديما بالنسبه للدقيق ما ديروش الكميه كلها في دقه واحده، ديما ندير بشويه بشويه وانا عيني ميزاني. غادي نحاكو نجمعو العجينة وغادي نشوفو واش نحتاجو نزيدو الدقيق ولا لا، كنفضل في الاخر تبقاو تزيدو غير معلقة بمعلقة. دابا بالنسبة لي غادي نشوف واش نحتاج نزيد الدقيق ولا لا، نجمع العجينة مزيان، جمعت العجينه ولكن كتبان ليا باقا شويه الشولات، باقي خاصه واحد شويه ديال الدقيق، غادي نزيد غير واحد معلقه تقريبا، معلقه الدقيق، وغادي نعاود نعاود ثاني نخدمها ونشوف. فوالا العجينه ديالنا هي تجمعات، يعني تقريبا الدقيق قدني فيها كله كيلو ديال الدقيق قدني فيها كله، شفتوا العجين اللي كتديولها بحال هذه الطريقه ما كتشقق لكم ما والو، اذا راه مزيانه شفتوا، باش ملي كنديروها في الطابع وكنبغيو نعمرو عليها ما كنلقاوش مشكل، ملي تنكوروها لا ما كنلقاوش مشكل بهذه الطريقه. الو غادي نبداو على بركه الله. هنا هنا كنصحكم البنات قبل ما تبداو في العجين كنديروا هاد التمر، كندير واحد الكريات كنوجدوهم على تيساع وكنحطوهم باش ملي كنبداو باش في العجين ملي كنبداو نديروا العجين ما تتعمرش لينا، ما كتخسرش لينا، ما تيوليش فيها داك اللون ديال التمر، خصكم على الاقل نوجدوا هذوك الكويرات من الاولين نوجدوهم، وابخي كنبداو نكورو وكنعمرو كنديروا كنحطوا الكره وسط هذيك العجين وكنلويوها وكندوروا عليها وكنستعملوا اي نوع عندكم ديال الطابع، اي نوع، انا عندي هذا هو اللي كنستعمل كيجيني مزيان فيه جميع فيه ربعه ديال الاشكال، شفتي ربعه ديال الاشكال تنديرو كيجيني مزيان هو اللي كنستعمل، سهل نتوما اي نوع عندكم ديال الطابع اي نوع توفر عندكم في الدار تستعملو. الوغ هنا كناخذ واحد الكره ديال العجين كنخدموها بهذه الطريقه، كنوركو عليها بهذه الطريقه، نوركو عليها بهذه الطريقه بين يدينا، ما كندير لكم اسهل طريقه، بغيتو تستعملوا المدلك وتخدموهم ديروا الطابع وتطبعوا ديروا الطابع ويعطيكم هذه الكره ديروها اللي بغيتو. كنشد واحد الكره ديال التمر كنحبها هنا بهذه الطريقه، تنسد عليها الجوانب بهذه الطريقه وتنحاول نغلقها مزيان وتلول بها، متنشد هاد الطابع. انا غادي ندير معكم عندي معكم هاد الشكل، كندير فيه شويه الدقيق تنوضعو هنا الطريقه،
شفتيو كنحصلوا على هذا الشكل هذا. نتوما عندكم الاختيار، انا كان تقريبا كنوع، انا كنستعمل كاع هاد الاشكال كنديرهم، كتجيني حلوه فيها بزاف، فيها شكيلات زوينين. صافي تنبداو نحطو في الطاوله. الطهي ديالها في الفرن كنديروها على نار متوسطه، كنطيبوها من التحت، ابخي اللي كطيب لينا من التحت عاد كنديروا الفوق ديالها. كان عندكم الفران كيشعل من الفوق والتحت كتشعلوه وكديروا نار متوسطه وتتردوا البال اللي ما خصهاش تحمر بزاف، راه شويه وكطيب. كان عندكم فرن ديال الغاز كديروا درجه متوسطه، كان عندكم فرن ديال الكهرباء كديروا على درجه 170 ولا 180 درجه. غادي نبقى نكمل معكم، نكمل جميع. غادي ندير تقريبا شكل، ندير لكم شكل اخر حتى نعمر الطاوة ديالي. الوغ نجرب معكم عاوتاني شكل اخر. نديرو هنايا التمر كيف كتشوفو، كنسدو عليه بهاد الطريقة، فوالا كنلولبوها مزيان. غادي نديرو هاد الشكل هذا، تا هو كيجي زوين. تنديرو لو هاكا تنضغطو عليها مزيان، عرفتي حلوة اسهل ما ياكل، ما فيهاش بزاف ديال، راك شفتو ما فيهاش بزاف ديال العذاب، دغيا كتصدق دغيا كتصاوب. فوالا شفتو كيفاش كتخرج، كتجي رائعة وزوينة. نجرب معكم شكل اخر، هاد الشكل هذا نلبوها بهاد الطريقة كتشوفو. الوغ كديرو هاد الشكل هذا اللي هو اللي باقي ما درتش معاكم، كنوركو عليها بحال هاكا مزيان. هاد الشكل عاوتاني تا هو تيجي زوين، شفتو كيفاش كيجي. المهم غادي نبقاو غادي على هاد الوتيره حتى نعمر الطاوه ديالي ندخلها الفرن، نتلاقاو من بعد. فوالا الحلوه ديالنا ها هي وجدات، طابت، خرجت لنا شو شحال ديال الشكيلات، عرفتي خرجت تبارك الله الشكيلات، خرجت هاد الشكيل شفتو، خرجت هاد الشكيل، خرجنا هاد الشكيل، وتتخرج تبارك الله زعما شفتو شحال تبارك الله وصل على النبي. دابا بالنسبه للزين كنحتاجو ربع ديال السكر كلاصي، غادي نبداو نفندو نحطو فيه الحلوة، كنغطو فيه الحلوة مزيان كيف كتشوفو مزيان. هنا بالنسبة للسكر كلاصي اختياري، ولكن هي معروفة حلوة التحمر كتجي مزيانة بالسكر كلاصي، كتجي رائعة، كتجي بنينة. واللي ما بغاش ما تيحتاج، واللي ما كيحتاجش ما يديروش ما يديروش، ماشي مشكل. دابا كنبداو شفتو كنحطوها في السكر كلاصي بهاد الطريقة، كنحطوها كتجي البنات ما نعاودش ليكم، كتجي رطبه وغزاله، عرفتي هشه كتذوب في الفم، جربوها راها رائعه البنات. حلوه ديال التمر التقليديه المغربيه المعروفه منذ القدم، يعني ماشي جديده هاد الحوارها قديمه، ولكن راها المذاق ديالها راه لا زعما ما نقولكمش.
غادي نبقى غاد على هاد المنوال حتى نكمل هاد الحليوات ديالي كاملين ونتلاقاو في طبق التقديم. كيف كتشوفوا هذه النتيجه الاخيره ديال الحلوه ديال التمر. انا عطيتكم، انا درت لكم جوج ديال الموديلات، موديل بالسكر كلاصي وبلا سكر كلاصي. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بالصحه والراحه. وها انتم البنات شوفوا كيفاش كتجي، كتجي هشيشه، شوفوا هشيشه ومن الداخل كتجي رائعه. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم ونتلاقاو في فيديو مقبل.